This is what we've got. الذي أطلق الصافرة قبل التأكد من كون اللعب في موقع تسلل أم لا. البعض يقول أنه تسلل وغير تسلل، والقوانين في عالم كرة القدم إذا لم يكن اللعب في موقف تسلل فلا بد على الحكم أن يجعل اللاعبين يوصلون اللعب. كل شيء كنت فرج البارح في الروتور ديال الدومي فينال ديال الشامبيونز ليغ في الماتش الثاني، حتى الاول اللي كان ما بين بيجي ودورتموند ديجا تاهلت منه دورتموند، مشات الفينال وكانت كتسنى شكون غيلحق عليها من المباراه ديال الباير المواطن ديالها ولا الريال. الماتش الثاني كان ما بين الريال والباير، جوج من اكبر الفرق ديال الاوروب اللي خلى الماتش حماسي اكثر هو النتيجه ديال لالي ما كانت كتاهل حتى شي واحد فيهم، دونك الروتور كان بجوجهم خاصهم يخرجوا يماركيو ولا خيار سوى الرباح باش يدوزوا للفينال، هادشي اللي خلى ان المباراه من البدايه ديالها تكون هجوميه، ولكن البيوت ما غيجيو حتى الميطه الثانيه، فين الريال على الرغم من استقبلات البيت الاول قدرت دير ريمونتادا تاريخيه في ظرف 3 ولا 4 دقائق عن طريق خوسيلو بديل اللي ماركا جوج بيوت، ولكن في الدقيقه الاخيره من الوقت المضاف حيت انه قال زاد 9 دقائق ولا 11 12 دقيقه في اللقطه الاخيره واحد المحاوله جد خطيره ديال الباير غيتسفل عليها وغتعلن اورجو الوغ كو فيها شك كبير واللي خلات كلشي يدوي على اخطاء تحكيميه ديال هذا الماتش، منهم حتى هدف ناتشو الملغي وقع عليه نقاش. في هذا الفيديو نسترجعوا احداث الماتش كاملين، منهم حتى شنو كيعني داكشي اللي كتب رودريغو في التريكو ديالو حيت انه مزقل على نيويور المحاوله الاولى هز التريكو باش مكتوب سيف ار اس، بالاضافه لنا نعطيو الراي ديالنا في الحالات التحكيميه اللي وقعوا. بالمقابل خلي معك شي لايك شي كومونتير زوين ونخليكم مع نكسبت اللي كتعتبر واحد من احسن المواقع اللي بغيتي تلعب على الفرق ديالك المفضله. هو ضروري ما تركزوا على ثلاثه الحوايج، اول حاجه وضروري مهمه ضروري تكون في 18 عام، ثاني حاجه اللينك كيخدم معايا في المغرب، وثالث حاجه ما تنساش تخدم البرومو كود ديالي فرح 11 باش يعطيك 130 دولار. ونصحكم حتى بواحد الجروب تيليجرام اللي هو هذا اللي كتعتبر احسن جروب كاين اللي بغيتي تلعب على الفرق المفضله ديالك، نخليكم حتى هو في الديسكريبشن. كاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكساله. نبداو بنا نعرفوا شنو وقع في الماتش. الميطه الاولى، من الميطه الاولى بداو الهجمات من الطرفين، كانت اخطر هجمه هي ديال فينيسيوس باس من كارفاخال اللي ضرب برا رجعت عند رودريغو ويحبس نيوير، تما فين بالحسره رودريغو ستوني ديالو يتم سيف ار اس في التريكو اللي لابس من التحت، يمكن كان كيتسنى يمارك باش يحتفل بها. فشنو كيعني رودريغو بسيف ار اس؟ تو سامبلومون حاليا كاين واحد الفيضانات كبرى في البرازيل بالضبط في السيد ديال ريو غراندي دو سول، ريو سول، داكشي علاش قال سيف ار اس اي سيف ريو غراندي دو سول، بسبب الفيضانات اللي خلفات بزاف الضحايا في البرازيل اللي بغى يتضامن مع البلاد ديالو ولكن ما ماركاش. صراحه الميطه الاولى شي ذات تالق كبير من نيوير، ولكن في تاريخ 25 غيتصاب غنابري وغيترون بلاصه ديفيز، دونك الباير ولا تلعب بجوج ديال ليزاري ديفيز ومزراوي. ندوز المجريات الميطه الثانيه، تالق ديال نيوير غيكمل في هذه الميطه هذه حيت انه غيحبس كوفرا وغيحبس تيريا من عند فينيسيوس. ابسط قاعده في الكره هي انك تضيع تستقبل داكشي اللي وقع فعلا، فواحد المرتده من ديفيز استغل فيها السرعه ديالو دار على روديغر ويماركيها شويه بعيد على بوطو بتيريا مزيان على لونين، ولكن كيوضح لنا كيبان لنا ان لونين عنده شويه المشكل مع تيريا من بعيد. شوفوا السيتي مركب عليه ثلاثة وحاليا التيريا ديال ديفيز هي الرابعة، يمكن مورا هاد البيت هذا انشيلوتي غيضطر انه يدخل كامافينغا ومودريتش. في سرعان من الريال غتجي محاولة من كورنير ويضربها ناتشو غضرب في الدفاع وغتخشى غيماركي بيت مورا دقيقة ولا جوج دقائق، ولكن البيت غيتلغى بداعي انه كتفوت قبل منه من ناتشو الكيميت في شتلي حناكو. ديجا مشى الحكم الفار وشاف الى خلينا دابا ندوي عليها. مورا الباير غتماركي اورجو، هنا فين جاني ان توخر بدا كياخذ قرارات ماشي منطقية، فين دخل كيمين جاي مولر وتشوبو موتينغ بدل شكون ساني موسيالا وكين، يعني خرج جميع الخيارات الهجوميه ديالو. فرق كسر راسو هجوميا في ديك اللقطه فين كان بغي يحافظ على النتيجه، وراكم عارفين الريال في الريمونتادات وداكشي اللي كان. انشيلوتي دخل ابراهيم وخوسيلو 7 دقائق مورا في ظرف 3 دقائق خوسيلو غيقدر يماركي جوج بيوت ويقلب الماتش كامل. مهاجم اللي تقام على الريال بمليون ونص، مهاجم اللي ريال يدير بصح له في اسبانيا وبزاف الانديه اخرى، مهاجم اللي هادي عامين مشى يتفرج في فينال في باري ديال الريال وليفربول كان من واحد من الجمهور، وحاليا كيأهل الريال لفينال اخرى، هو السبب الرئيسي في تأهل الريال امام الباير. حكم غيزيد 9 دقائق كوقت بدل ضائع، ولكن غير بان الماتش غيطول اكثر من 9 دقائق غيكون 3 دقائق 100 ولا 102 يعني زادهم 12 دقيقه. في دوك الدقائق اللي فاتوا 109 كاين بزاف اللي تشكى منها، غتوقع واحد المحاوله ديال الباير اللي الحكم غيسيفلي لها قبل ما يعرفوا شنو يديروا بها. نورمالمون خاصها اللقطه تكمل عاد تسيفلي، الحكم صفر قبل وغتنوض عليها ضجه كبيره حتى سالت بيد ديال ديليخت تيراها، مي الاولين بقى واقف بما انه سمع الصفاره ما عمرنا غنعرفوا واش كان يحبسها ولا لا. كانت اللقطه دارت ضجه كبيره، مولر كان غياكل الحكم، مي الماتش سهل تاهل الريال. اجو دابا ندوي على ابرز الاخطاء التحكيميه في الريال ولا اللي تدوى عليها. عندنا البيت ديال ناتشو فين تعطات فوت لكيميتش، هاد اللقطة ديجا رجعوا عليها للفار وبان ان ناتشو شد حناك ديال كيميتش ودفعو، دونك وسيغتو انه هو اللي ضرب كورة ضربات في الدفاع في الماركات، دونك دار فوت البيت ما خصوش يتحسب وما تحسبش، دونك حكام خدا ديسيزيون مزيانة. جو البيت ديال خوسيلو الثاني اللي كان باس من روديغر بزاف قال لك اورجو اورجو اورجو، راه ديجا داروا الرسم ورجعوا للفار وشافوه ما كانش اورجو، دونك فيما رجعوا للفار دونك اخذوا قرار سليم او تالي قرار سليم انهم يحسبوه. وعند الحالة الثالثة وهي اللي خلقت ضجة كبيرة بزاف هي الاورجو اللي تسفلات على الباير في الدقيقة الأخرى. أول هاد اللقطة ما رجعوش لها للفار، ثاني ما خلاهوش تكمل
تكمل وثالثا ندير لي اختصاصها بانه يماركيا خو ما كناش نعرفوش لوني غيحبسها ولا لا، كانت تقدر دير الماتش الاشواط الاضافيه من بعد شكون غيتاهل ولا لا لو علم. يعني حكم تسرع بانه يصفر، كان خصو يخلي اللقطه تكمل وبدات تعترف به حكم الشرط. ما تنساوش ان الحكم الاول هو الحكم اللي تحكم ما بين الارجنتين وفرنسا في نهائي كاس العالم، كان حكم جد محترف. يمكن المساعد ديالو ولا لينيير كيصفر لي زورجا هو اللي خطا، ولكن يمكن لك تبدل والو. الريال ديجا تاهلت للفينال وغتلاقي دورتموند. فرا الاخطاء لاحظت بدو من التكتيكات ديال توخيل انه خرج هجوم كامل وبغى يلعب دفاع مع الريال، عارف ان ديما كدير ريمونطادات. هادشي من دقيقه 75 تيعطي 15 دقيقه اور اللي خلاهم يديروا ريمونطادا اخر اللي ماشي جديده بزاف كانوا كيتوقعوها كاع. راه كاع لي تشامبيونز ليغ اللي دار الريال من 2014 شهدوا ريمونطادات. 2014 راموس في فينال اتلتيكو كيمارك في الدقيقه 93، 2016 الريال كترجع على فولسبورغ من بعد ما خسرت لالي بجوج لزيرو رونالدو كيمارك هاتريك، 2017 رونالدو كيأهل الريال في الشوط الاضافي ضد الباير، 2018 الريال كانت تقسم الربع ضد اليوفي الاولى فوت ديال بن عطيه يعطيها الفاسكيز غيجي بينالتي في الدقيقه الاخيره غيمارك رونالدو. 2022 اللي كانت نسخه كامله ريمونطادات لا مع بي اس جي بنزيما لا مع تشيلسي اللي حتى هي كانت شهدت التعلق بنزيما لا مع خصوصا السيتي اللي شهدت جوج بيوت ديال رودريكو في الدقائق الاخيره. دونك الريال معروف عليه الريمونطادات ومعروف عليه فريق اللي خصك تقتلو، خصك تمارك عليه بيت وجوج وثلاثه بدل ما ترجع الدفاع. دونك بلاص ما يخلي هاري كين موسيالا ساني ويلعب المرتدات ويحاول يجيب بيت اخر عن طريق مثلا ديفيز باقي عنده جهد يجري، شنو خطا توخيل؟ يدخل مدافع ويرجع للور. راه احسن طريقه الدفاع هي الهجوم، والشرا اللي كانت ضاغطه كان من السهل يلعب مرتد ويمارك، ولكن رجع للور والريال رجعت في النتيجه في 3 دقائق. ما نساوش انه بيت جا من خطا ديال نيور الاول ما شدش كره كون حبسها، ولا كون كاع ما درتو التصديات في الاول حبس عادي كون ما كانش غيزيدو الثاني. وبيض هو هذا هو اول ناس في النهائي كيخسروا توخيل. في نهايه المباراه داو كل المدربين بجوج لا انشيلوتي لا توخيل. توخيل تشكى من الهدف اللي تلغى عليه تاع اورجو الى اخره. بيض هو داك الهدف داروا ليه الرسم ديالو وبان ان مزراوي ما كانش اورجو، ديليخت كان اورجو ولكن مزراوي لا كان يقدر يخلي اللقطه تكمل ويشوفوا باش تسالي. خليكم اللقطه ديال توخيل كيتشكى. خيبه امل كبيره وغضب كبير بسبب القرار الاخير من الحكم الذي اطلق الصافره قبل التاكد من كون اللاعب في موقع تسلل ام لا. صعب ان نبتلع ونستسيغ هذا القرار. بعد غيسولوا انشيلوتي على الشكوى ديال توخيل يقول لهم انا مدرب عالمي راه ديجا حكم فينال ديال كوب دي موند وضع في الثقه، ولا جينا ندوي على الاخطاء التحكيميه ندوي على اللقطه ديال ناتشو اللي ديك الشده في الوجه ما كافيش باش انه يطيح وانه تعطى فوت، راه كان بيت نستحقوه. خليكم مع اللقطه. Puede ser que no era fuera de juego, ma l'arbitro pita, la linea levanta, l'arbitro pita y nosotros paramos. Este árbitro ha arbitrado la final del Mundial, es un árbitro de alto nivel. Como se quejan ellos de esto, nosotros nos quejamos del gol anulado a Nacho. Porque Kimmich se ha tirado. المهم على اي نسال الماتش فين عرفنا شكون غيمشي للفينال ديال تشامبيونز ليغ العام. فين عندنا بروسيا دورتموند وريال مدريد غيلعبوا نهار 1 ماي في لندن. بنظركم شكون غيدير الفينال؟ الا وصلت لجرد مرحله من الفيديو بغيت تكومونت لي فاموس هكا في ام او اس شافك تفرج شي حتى الاخر وخليك القلب. وكسؤال الحلقه واش بنظركم ديك لوجو الاخر في الماتش وخلات تلعب اولا واش كتكون بيت وثلاث ماركه كانت تقدر تاهل الباير ولا الامر كان محسوم الريال؟ نبغي نشوف الاراء ديالكم في لي كومونتير. سواك كون وصلنا لاخر الفيديو ديالنا كان معكم فرق لايف شوف واش لكم فهمتوا لي اهم حاجه. نتلاقاو فيديو الجاي تربي راسكم. تقول لي مي امور تنقول لي كارينيا عمري شفت شي تشيكا بحالك هكا دونيا ما كانتش انا وياك حبيبي نديرو نينيا لازم جاري معنا في حالنا تزاد.